الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. في بعض الرسالة اليوم عن بعض المفاهيم الخاطئة، ربنا ولدنا على بعض مفاهيم خاطئة، ربنا غلط في حاجات كتير، محتاجين بقى نربي ولادنا على العقيدة وعلى الدين. يعني ربونا في الصغر على أشياء، يعني مثلا نعمل الغلط ويقول لك اربط الحمار مطرح ما يقول صح، يعمل الغلط ويقول لك لو ليك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. والسيد هو الله، ليه تقول فلان وتعمل الغلط ولو ليك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي؟ يعمل الغلط ويقول لك أنا عبد المأمور. يا عم ما ينفعش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده لما تقول أنا عبد المأمور وتعمل الغلط، رب العالمين يجمع كله مع بعضه في نار جهنم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يجيبك انت ويجيب المأمور ويجيب اللي بيقول اتجوز ابنه ويقول له يا عم ويعمل غلط، يجمعه كله في النار والعياذ بالله. علمونا في الصغر يعني حاجات كتيرة أخطاء، يعني يقول لك امشي جوه الحيط، امشي جنب الحيطة. ما تعلم ابنك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يطلع الولد يخاف من ربنا، يخاف إن كل شيء بقدر الله. قل لن يصيبنا، لو قاعد في البيت هيموت من قدر الله إنه هو يخرج عشان يموت، ولو ما خرجش وجاله الأجل كده كده هيموت. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. علمونا الحيطان لها ودان، طلع العيل يخاف من الحيطان. نعلم ولادنا الملائكة لها أقلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتلاقي أمثلة كثيرة يعني كأنها الذل، بتجعل الإنسان دايما يكون في الذل، والذل ده يضيع تلتين الدين. لا تخضعن لمخلوق على طمع فذلك نقص منك في الدين، لن يقدر أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. الرجل النبي لما بيقول لك لما تكون جالس في بيتك ويجي واحد يقاتلك ويقتلك في البيت، النبي قال لك اديله الفلوس واديله الحال، ولا قال لك قاتله؟ جاي قاتلك قاتله، نفع عن نفسك. سبحان الله، إن قتلني يا رسول الله، قال له إن قتلك يبقى أنت شهيد. طب لو أنت اللي قتلته هو في النار، لأن جاي يعتدي عليك وانت قاعد في مسكنك وانت قاعد في بيتك. فما تذلش نفسك إلا لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، زي ما علمنا سبحانه وتعالى. الرضا بالذل، قالوا فيما كنتم، كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني مستضعفين نعمل الغلط. الملائكة تقول ايه؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فالرضا بالذل واللي يخليك تذل نفسك وتعمل الغلط يضيع تلتين الدين، لأن من ذل نفسه لغني من أجل الغنى فقد ذهب ثلث دينه. فنسأل الله أن يرزقنا العزة ويرزقنا القرامة ويرزقنا التربية على طاعة الله ويرزقنا حسن الخاتمة. جزاكم الله خيراً.